كنت راجع على بيروت، رجعت طلعت بوشي سيارة ضربت فيها بس ما لحقت. أنت اللي قتلت بنتي. أنا ما قتلتها. خلاص هلأ بلش الماتش، أنت مرتك بنتك ابنك وأبوك هاو خمسة ما يضلوا عايشين وما يصيبهم أذى، أنت رح تقتل خمسة بدالهم. بس أنا مالي مجرم. لك حبيبي هني مش عصابات مثل ما أنتم مفكرين، هودا عشاير والعيلة وقرابة الدم عندهم أهم شيء. يا ريت أنا اللي متت وهي ضلت عايشة. المرحومة كانت متعاطية، يعني هالشيء إنه مش ذنبه. شو هذا الأحمر اللي على رقبتك؟ أحمر شو؟ أنا هلا بدي أفهم شو عم بيصير معك. اتركونا بحالنا، حلوا عني أنا وعيتني. شو عملت بحالي يا الله؟ شو عملت بعائلتي؟ شو عملت بعائلتي؟